Señor, procede. كنهنيكم على هذا الجو الحقيقة اللي كيفرح، وكنشكركم على الثقة، ونتمنى إن شاء الله الدعم ديال الجميع والجهود ديال جميع الجمعيات والأندية، وحتى الأندية اللي ما واكبتش هذا المشروع، بما مفتوحين على أساس أنهم يكونوا ملائمين القوانين ديالهم، يكونوا مسوفين الشروط، ويكونوا مصادق لهم على القوانين ديالهم من طرف الممثلين ومن طرف المديريات ومن طرف وزارة الشباب والرياضة. مرحبا بهم. البيبان ديال الجامعة مفتوحة على أساس أنه حنايا أسسنا هذه الجامعة ماشي باش نسدوا البيبان ديالنا، أسسناها باش نطوروا هذه الرياضة قرياتو، باش نطوروا اللعبة ديال الرياضة الثلاثية في المغرب، ونزيدوا من الأندية ونزيدوا ندعموا العدائين والترياتلات ديالنا اللي هما محتاجين أمس الحاجة لهذا الدعم لهذه الجامعة. وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم انه الانديه اللي بقى، لان انتم كتعرفوا اي جهاز كيتشكل راه ما كيتشكلش ب 100%، لان كاين انديه اللي كانت ما كتامنش بالمشروع، وكاين انديه اللي كانت منغمسه في حاجات اخرين، وكاين انديه اللي باقا منخرطه في جامعات اخرى، اللي يمكن دابا اللي غتاسس الجامعه غادي يديروا الخيرات ديالهم في الجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون، وغيواكبوا معنا هذا المشروع ان شاء الله. اللي هو راه ما في 4 سنين، راه كيف كتعرفوا 4 سنين كدوز بحال هذا الوقت دابا، راه السنه. اذا كنتمنى في هاد 4 سنين نكونوا حققنا على الاقل واحد 8% في المشروع ديالنا، وفي البرنامج اللي حنا كنوجدناه ومن بعد غادي نقدموه عليكم. وكنجدد الشكر ديالي لجميع الفاعلين اللي كيدعمونا، لا من المؤسسات ولا من الجمعيات ولا من الانديه ولا من السلطات، ولا اللي كيدعمونا في المشروع ديال التنظيم، واللي حنا مثلا في الجمعيات ديالنا كيفاش بدينا المشاريع ديالنا، كون ما كناش لقينا الناس اللي كيدعمونا في الجمعيات والوزاره والمديريات ديال الشباب والرياضه، ما كناش نوصلوا لهذه النتيجه. والحمد لله انتم كتشوفوا راه اللي بدا معنا في التاسيس، راه هذا واحد الحلم كان كيبان لينا بعيد، والحمد لله حققناه. وكنتمنى انهم هنا 4 سنين لقاو راسنا نجدنا شي حاجه اللي في الحقيقه حنا كنشوفوها بعيده علينا. بمناسبه انعقاد الجمع العام التاسيسي للجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون في مرحلته الثانيه والاخيره يوم السبت 9 مارس 2019 على الساعه 11 صباحا بالمركز متعدد الاختصاصات شارع البحريني بالعرائش، يتشرف خادم الاعتاب الشريفه مجيد المروك رئيس المكتب المديري للجامعه الملكيه المغربيه للترياتلون بتجديد اياس الولاء